حقيقة مؤسساتنا الصحية اللي دي يؤدي الأعمال بها هم كوادر من الأجر اليومي ومن المتطوعين ومن العقود، عانوا كثيرا فترة طويلة، استمر يعني بعض العقود أكثر من 10 سنوات صار لهم، هم عقد يستلمون مبالغ بسيطة، هم بانتظار التثبيت حتى يكونون جزء أساسي من كوادر دائرة صحة ميسان. قرار مجلس الوزراء الأخير سمح لنا أنه نرفع أسماهم، وبالفعل بحدود 434 من الأجراء اليوميين تم رفع أسماهم، بالإضافة إلى 1017 عقد بين تطوعي وبين عقد دائم عقد مؤقت، تم رفع أسماهم إلى وزارة الصحة ومحافظة ميسان لغرض توحيدها، ورفعها إلى وزارة المالية لغرض توفير درجات وظيفية لهؤلاء لغرض تثبيتهم إن شاء الله.